مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصلنا بالحديث للـ CML Chronic Myelogenous Leukemia اللي بيضاد النقوي المزمن. قبل البداية نذكر بعض، كان في ستام سيل خلايا جذعية تعطيني خط نقوي مايلو ستام سيل وخط لمفاوي لمفويد ستام سيل. بعد تتميز أكثر لبلاست أريثروبلاست يعني أرومات، مايلوبلاست، مونوبلاست، ميكاغروبلاست. واللمفاويات نفس الخط، في بلاست بلاست. إذا كان التكاثر على مستوى البلاست راح يعطيني أكيوت لوكيميا، أكيوت مايلويد لوكيميا. على مستوى البلاست للنفاويات أكيوت لنفويد لوكيميا. أما إذا كان التكاثر على مستوى الخلايا الناضجة اللنفاوية راح يكون كرونيك لنفوسيتيك لوكيميا. تكاثر على مستوى الخلايا الناضجة النقوية راح يعطيني كرونيك مايلوجينس لوكيميا، صح؟ والبلازما سيل تعطيني مالتيبل مايلوما. هاي كقاعدة عامة. بفكرة البيضاض النقوي المزمن، في شيء اسمه أمراض النقي التكاثرية، مايلو بروليفيريف ديزوردرز. يكون في تكاثر على مستوى هذا الخط من الخلايا النقوية الناضجة. بمعنى آخر، أمراض النقي التكاثرية هي مجموعة أمراض تشترك بتكاثر على مستوى هذا الخط. يعني لما يكون في CML راح يكون تكاثر على مستوى كل هالسلاسل، لكن الأكثر والأبرز هو الخلايا الكريات البيض، وبالتالي هو CML. راح يكون في كثرة حمر، راح يكون في كثرة صفيحات، قد تكاثر الحمر لكن راح تنضغط ويصير فقر دم، لكن راح يكون في تكاثر صفيحات. لما يكون في عندك تكاثر على مستوى الحمر، في شيء اسمه بوليسايتيميا فيرا، راح يكون في كثرة حمر بنفس الوقت راح يكون في كثرة بيض شوي وكثرة صفيحات، وبالتالي لكن الكثرة السائدة على مستوى الحمر فاسمه كثرة الحمر الحقيقية بوليسايتيميا فيرا. اوكي، بنفس الوقت كثرة صفيحات راح تؤدي الى كثرة باقي السلاسل. هاي الاضطرابات اسمها امراض النقي التكاثرية. بيشتركوا انه لما بيتكاثر واحد منهم كل السلسلة راح تتكاثر، لكن مين الاكثر شيء هو راح نسمي المرض باسمه. اوكي، على مستوى الصفيحات essential thrombocytopenia، essential thrombocytosis، essential thrombocytosis. اوكي، وبالتالي على مستوى CML الكل راح يتكاثر، لكن الواسم هو الكريات البيض المحببات. اوكي، ومش شائع جدا انك تشوف تكاثر على مستوى الباسوفيلز، شائع انك تشوف تكاثر على مستوى الباسوفيلز. اوكي، فخلينا نشوف شو مكتوب. البيضاض النقوي المزمن CML هو اضطراب تكاثر نقوي مايلو بروليفيريتيف ديزوردر، يصيب الخلايا الجذعية على مستوى الستام سيل، يؤدي لزيادة تكاثر كل العناصر الدموية، هذا اللي كان اتفقنا عنه، مع سيطرة الحبيبية منها. نضج الخلايا الطبيعي بشكل واضح، وبالتالي على مستوى الناضجة فهو البيضاض مزمن. الأعمار متقدمة بعمر 55، اتفقنا الـ ALL هو أطفال. اضطراب صبغي فيلادلفيا في 95% من الحالات. شو بيصير؟ عندي صبغي اللي هو 9 وصبغي 22، هاي الكروموسوم. بيصير في ترانسلوكيشن، راح يكون عندك ارتباط هالجزء مع هالجزء، يصير في تبادل، بينتج عندك هذا الصبغي الصغير. الصبغ الصغير اسمه فيلادلفيا كروموسوم. الصبغ الصغير اسمه فيلادلفيا كروموسوم، صبغي فيلادلفيا. بهذا الصبغي عندك مكون، كان في بروتين اسمه بي سي ار، هون بروتين اسمه اي بي ال، جابوا صاروا جنب بعض، اجوا جنب بعض. وبالتالي اول فكره نتج عندي بالمرض صبغي فيلادلفيا. بصبغي فيلادلفيا اللي هو ناتج عن ال 9 وال 22، بجواته في بروتين اسمه بي سي ار اي بي ال، هذا جين. لأن احنا بنعرف ضمن كل خلية في خيوط دي ان اي ضمن الجينات، الجين هو مسؤول عن تكون بروتينات اللي تعطي الوظيفة. هذا الجين مسؤول عن شيء معين، راح يطلع منه بروتين له فعالية التيروزين كاينيز. يعني شو بدي اعرف انا منه؟ بدي اعرف انه هذا الجين راح يؤدي الى ظهور بروتين يؤدي الى
عملية تكاثرية ضمن الخلية. نحن عندنا بداخل الخلايا شيء اسمه signal transduction، إشارات. هاي الإشارات تساعد على التكاثر الخلوي. فأنت عندك بالنواة شروط خيوط DNA، أشرطة DNA، في عندك جين اللي هو BCR-ABL، هذا اللي طلع معنا. هاد ينتج عنه بروتين له وظيفة إشارات. هاي الإشارات تساعد على التكاثر الخلوي، وبالتالي صار عندي ورم. هذا باختصار شديد. الصبغي هو صبغي فيلادلفيا، تنتج بروتين بفعالية التيروسين كاينيز يؤدي إلى التكاثر والتميز الخلوي. بالسلايد الإنجليزي، chronic myeloid leukemia is a myeloproliferative stem cell disorder resulting in proliferation of all hematopoietic lineages but predominantly يعني بشكل أساسي the granulocytic series. المشكلة وين؟ فيلادلفيا كروموسوم BCR-ABL codes for a protein with a tyrosine kinase activity. كلام سليم. المظاهر السريرية clinical manifestations كمرض له أطوار بسهولة. شوف، طور مزمن متسارع عرومي بسهولة. المزمن هو الطور المتعارف عليه، يعني عندك تكاثر خلايا بيضاء ناضجة وما ينتج عنها، الطور العادي الكلاسيكي يعني. المرض حساس للعلاج ويمكن ضبطه بسهولة. بيطول كذا سنة، لما تعطي إيماتينيب اللي هو العلاج بيزيد مدة هذا الطور، يعني يكون سير المرض بطيء. كلام عام، المتسارع السيطرة على المرض أكثر صعوبة، هذا بلا ما توجع راسك فيه. التطور المميز شو هو؟ الأرومي، يعني يسموه البلاست كرايسيس، البلاست فيز. يكون فيه يتحول المرض إلى بيضاض نقوي أو بيضاض لمفاوي حاد. هو مزمن يتطور إلى حاد، بما أنه صار حاد صار شرس، يصبح معاند عليه العلاج وقاتل. أوكي، يصبح معاند عليه العلاج وقاتل. شوف هذا السطر، طبعا هذا الخط الأحمر هذا اللي أفصل لك الفقرات، مو أنه هذا السطر هام. انخفضت نسبة التحول إلى بيضات حاد لدى استعمال الإيماتينيب. تعال أفصل لك شو عم بيصير هون. نأخذ ورقة بيضاء، كان في عندي هيماتوبويتك ستام سيل، خلايا جذعية صح؟ اللي تعطيني المايلويد النقوي واللمفويد اللمفاوي، والمايلويد بتتفرع لتعطيني خلايا محببة وينتج عنها CML صح؟ طيب الطفرة وين كانت؟ هون ولا هون؟ الطفرة لك بالخلايا الجذعية بالستمسل، هون الطفرة. وبالتالي إذا الطفرة هون ممكن الطفرة هون عم تتكاثر تعطيني نقوي تعطيني CML. هاي الطفرة ممكن تؤدي تتحول بالإنتاج إلى خلايا بلاست وصار عندك AML، أو تتحول إلى إنتاج اللمفو بلاست وراح تعطيني ALL. بس الأشياء أنها تمشي بين نفس الخط وتعطيني بلاست المايلود خلايا أرومات للنقوية تعطيني AML. ليش؟ لأنه الطفرة بالستم سيل. يعني منطقيا أنت بتعرف أنه عندي CML عم تتكاثر الخلايا الناضجة، ايش ود ايش اخذك على الاي ال ام؟ ليش؟ لانه الطفره هي بالاساس بالستم سيل. هاي اول فكره. والعلاج انا بالاساس بالعلاج بالايماتينيب، لاحظ التدبير، عم استعمل الايماتينيب اللي بيثبط فعاليه البي سي ار اي بي ال تيروسين كاينيز. فانت لما عم تعطي هذا العلاج ضد هاي الطفره عم تقلل من التكاثر، عم تقلل من فرصه حصول تطور البلاست، وتضل على الشكل المزمن وتخفف منه. هاي هي الفكرة بالعلاج، وفكرة السطر اللي انذكر بآخر شيء، لأنه العلاج اللي أنا عم بعطيه عم أستهدف نتيجة الطفرة الناتج عنا اللي يساهم في التكاثر. هذا باختصار شديد. أوكي، إذا في شيء حكيته بسرعة وما توضح اكتبوا لي حتى أحكي لكم إياه. ماشي، شو راح ينتج عنه أعراض؟ حطيت لك الخط الأحمر حتى أفصل لك هاي الأعراض لكل CML. CML بأطواره المزمن اللي هو الكلاسيكي، متسارع شوي شوي بعد بصير أرومي اللي هو الأخطر. أعراضه بشكل عام التعب، نفس الفكرة، كان عندي نقيع عظام اللي عم يصدر عم ينتج عنه خلايا بيضاء وخلايا صفيحات وحمر.
عم يتكاثروا كلهم، بس الحمر عم ينضغطوا وما عم ياخذوا كفاتهم، فعم يصير عندي تعب وفقر دم. خلايا التكاثر تؤدي نقص وزن، اوكي، انزعاج بطني لان راح يصير في ضخامتي حاليه، وتعرق. اوكي، ليش تعرق؟ لان بعض هاي الخلايا الورميه قد تفرز سيتوكاينز. السيتوكينات على فكره هي تؤدي الى الاعراض الجهازيه، التعرق، نقص الوزن، والتعب، نقص الشهيه عند مرضى الاورام. قد يكون غير عرضي، نعم قد يكون غير عرضي، شائع جدا. تعد الضخامه الطحاليه من المظاهر النموذجيه وقد تكون عرض على، قد تحت الضخامه الكبديه، ما انت في عندي ضخامات حشويه. اوكي، هذا الشيء راح يقودنا انه الشيء بشيء يذكر، لكن الضخامه الطحاليه راح ارجع لك لفقره ضخامه الطحال. شوف باللسان الانجليزي كرونيك فيز، اكسلريتد فيز، وود بلاست كرايسيس. الكرونيك هو الكلاسيكي اللي قد يطور الى الاكسلريتد وبعد البلاست. بلاستيك كرايسيس اي ام ال او اي ال ال. الايماتينيب هو اللي بيخفف هذا الشيء. وهون ذكر لك الاعراض بشكل عام. ليثارجي، وايت لاس، ابدومينال ديسكمفورت. لاحظوا ما ذكر ميل للنوم. ما بعرف اذا كان في زياده بالترجمه، بس الليثارجي هو التعب. وبعده السبلينو ميغالي. ضخامة الطحال، هاي الفقرات اللي كانت من الأول جبت لك إياها حتكون الربط منطقي. ضخامة الطحال الكبيرة الماسف متى ممكن نشوفها؟ إبيضاض نقوي مزمن CML، تليف النقي Myelofibrosis، الملاريا والأشمئزة الحشوية. هذا سؤال دورة. من أسباب ضخامة الطحال العرطلة ما يلي عدا: إبيضاض نقوي مزمن CML، مايلوفيبروسيس، تليف النقي، ملاريا، والاشمانيا حشويه. يذكر لك معها في الهرد فقر دم من جلي، فقر دم نقص حديد، يذكر لك مرض اخر. حاول تتذكر هاي الاسباب الاربعه. الملاريا والاشمانيا راح نحكي عنه ان شاء الله بعدين، ليش عم يسبب ضخامتي حاليه، لكن بتليف النقي، النقي ما عم ينتج كريات منيح، فالطحال راح يرجع لوظيفته القديمه اللي كانت انتاج الدم، فراح يصير فيه ضخامه كمحاوله لانتاج الدم. الإبيضاض النقوي المزمن ممكن يكون في ارتشاح بالخلايا الورمية للطحال ويؤدي إلى ضخامة عرطلة. هاي أول فكرة. ذكر لك بعدين إذا كان في ضخامة طحالية كبدية، هون أنت عندك ضخامة طحالية بشكل أساسي وكبيرة. أما إذا الضخامة طحالية كبدية راح يكون قد يكون سبب أمراض تكاثرية لمفاوية أو نقوية، يعني اللمفوما مثلا، اللمفوما تروح على الكبد والطحال. تكاثر نقوي ممكن CML او امراض كبد. امراض كبد مثلا اي مرض كبدي يؤدي الى ضخامه كبديه، ارتفاع توتر وريد الباب، ضخامه طحاليه مثلا. اوكي، قد يؤدي الى هذا الشيء. نقائل كبديه مثلا، هذا الاستاذ الانجليزي نفس الاسباب. اهم شيء الماسيف سبلينوميغالي واسبابه CML، مايلوفيبروسيس، لاشمانيا، ملاريا. منطقيا الطحال ليش عم يكبر؟ اما هذا الدم الوريدي، هذا الوريد الطحالي، اذا اجاك الدم من هون صار يرجع لك برجوع، ارتفاع توتر وريد الباب مثلا، وانت عندك نقائل، عندك خثار وريد الباب، خثار الوريد الطحالي، الدم صار يرجع ضخامه طحاليه، فعندك هذا اول شيء، مشاكل احتقانيه او ارتشاح سواء ورمي او خمجي. صح؟ بالسل مثلا، بالليشمانيا مثلا، يؤدي الى ضخامه طحاليه. اضافه الى بعض الامراض جماعه الاس ال اي ساركويدوزيس، اوكي، امراض مناعيه تؤدي الى ضخامه طحاليه. وانت اعتمادا على الاسباب، يعني مريضك جاك بشكايه معينه بفحص البطن شفت ضخامه طحاليه، اي الطحال تابع لمين؟ جهاز شبكي بطاني، تحرى الكبديه، تحرى العقد الليمفاويه. وبعدها بتفكر بالاسباب مثل ما قلت لك، انه على الابواب، باب ورمي ولا ارتفاع توتر وريد الباب، احتقاني ولا انتاني، ولا الامراض الارتشاحيه الساركويد وغيره، حتى تقدر تفكر صح. طيب، وجود ضخامه عقد لمفاويه مع ضخامه طحاليه يؤهب او يخليك تفكر بالامراض اللمفاويه التكاثريه مثل اللمفوما CLL مثلا. طيب، ضخامه الطحال شعور، تسبب شعور بعدم الراحه في البطن، شبع مبكر، تضغط على المعده مثلا. طيب،
احتشاء الطحال يسبب ألم منتشر إلى الكتف منطقيا. يمكن أن يحدث في حالات نادرة تمزق الطحال العفوي أو التالي للردود. طحال كبير على الرد ممكن يتمزق. والشيء بشيء يذكر، في سؤال كتير بيحبوه بأمراض البورد، كان في فيروس اسمه أبشتين بار فيروس يسبب مرض اسمه انفكشيوس مونونيكليوزيس، داء وحدات النواة الخمجي. المريض ممكن يصير عنده ضخامة طحالية والطحال معرض للتمزق بعد ردود. يذكر لك انه والله شاب عمره 19 سنة صار يلعب رياضة معينة مع أصدقائه، وبعدها صار إجاك بهبوط ضغط وتحريت والله صار عنده تمزق طحال مثلا وأدى إلى النزف بعد رد خفيف أو بسيط. هذا الصورة الوصفية. طيب، مثل أي ضخامة تتحرى بالإيكو بالسي تي تشوف الضخامة والبنية وإذا كان في عقد أخرى. هذا الانفكشوس مونونيكليوزيس راح يمر معنا بالخمجية إن شاء الله. أسباب ضخامة الطحال: احتقانية، الباب الأهم، فرط توتر ورد الباب، خثار ورد الباب، قلبية. خمجية، إيش هو الخمج اللي يروح على القلب على الطحال؟ التهاب الشغاف، السل، بشتنبار، أوكي، التهابات الكبد ممكن. بعدها بيجيك الليشمانيا كمان، أمراض التهابية وورمية، يعني الهيستوسيتوسيس، فلتي سيندروم. والله إنك فلتي. الفلتي سيندروم هي عبارة عن روماتويد أرثرايتس، داء مفاصل الرثياني مع ضخامة طحالية إضافة لنيتروبينيا. نيتروبينيا نقص عديلات، هاي هي مترجمة فالتي. إضافة للأمراض الأخرى SLE، ساركويد، والأمراض التكاثرية تؤدي إلى ضخامة طحالية. المهم أنك تعرف الأبواب وتصنفها، لأن مجرد ما شكيت اعتمادا على التحاليل والوطاخة راح تقدر تفرق بين كل هالأمراض. ما في داعي تحفظهم، بس أنك تعرف أنه هاي الأمراض قد تؤدي إلى ضخامة طحالية. investigations، الاستقصاءات، شو راح تطلب لمريض السي ان ال؟ رجعنا على السي ان ال. مريض عنده مثلا فقر دم، تعب، ضخامه طحاليه، تعداد الدم الكامل، فقر دم سوي الحجم والصباغ، هون انت الضغط على النقي ما في عنده مكان للكريات الحمر حتى تتكاثر بدرجه اولى. تعداد الكريات البيض مختلف بين 10 و60 ألف، طبعا بالابيضات الحاد كان يوصل لارقام عاليه جدا. اوكي، وهون لازم احضرك منفخ. ممكن يجيك مريض كرياته البيض 30 ألف وعنده تعب، حاول تفرق يا ترى السبب انفكشيس خمجي ولا قد يكون سي ام ال. هون انت راح تتحرى المصدر الخمجي بشكل جيد. اوكي، مو والله التهاب لو زاد بسيط كرياته البيض 30 ألف، لا، يكون شيء مثل الخراج، يكون شيء انفكشن معتبر. اوكي، قدم سكريه حتى ادت لارتفاع كرة البيض لهالارقام. وهذا هذا الشيء بسموه اللوكومويد رياكشن. لوكومويد رياكشن، الارتكاس البيضاضي، يكون في خمج انفكشن يؤدي لارتفاع كريات البيض بارقام عاليه. اتفقنا؟ تعداد الصفيحات قد يكون مرتفع جدا، قد يصل الى 2 مليون. هذا هام جدا، اتفقنا انه السلسله كلها عم تتكاثر لكن الحمر ممكن تنخفض. هذا بشكل عام. على اللطاخة راح اشوف سيطات العدلات، ممكن اشوف المحببات النقوية كلام عام. تزداد نسبة الخلايا الأرومية البلاست مع دخوله في الطور الأرومي، مع دخوله في طور البلاست اللي حيكون هو الأخطر. دراسة صبغية لحتى اكشف على صبغي فيلادلفيا وابحث عن البي سي ار اي بي ال. بشكل عام معناته تبلش من السي بي سي الى السمير للطاخه الى ايكو للضخامات، صح؟ بعد تنتقل ممكن بزن نقي، هون ما ذكر لك اياه، اضافه الى الدراسه الصبغيه. على السمير على اللطاخه، شوف هاي الكريات هي الجرانيولوسات يعني النيتروفيلز، هاي الصفيحات، هاي كريات حمر، هاي البلاست اللي راح تنتج النيتروفيلز والكريات المحببه، هاي بازوفيل، هاي بازوفيل.
واتفقنا قد يكون في تكاثر للبازوفيل. التدبير بشكل عام راح استعمل الايماتينيب اللي هو ضد بي سي ار اي بي ال تيروسين كاينيز، ينقص من تكاثر الكريات البيض لانه هو هذا بالاساس اللي يعني كاثرون، هو الخط الاول في العلاج، يؤدي الى استجابه تامه والامور جيده. المراقبه طبعا هون ما كثير بتهمك عيار الام ار ان اي، كلام ما كثير بهمك، بعض المركبات البديله اوكي، يهمك تعرف انه الايماتينيب فقط. اهم شيء الملجا الجيد للعلاج زرع الخلايا الجذعيه الغيري اللوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن للشفاء في الاعمار الصغيره، هذا اهم شيء. تعطي ايماتينيب، ما يريد يتحمل زرع او معند ممكن اعمل زرع خلايا جذعيه. طور متسارع وطور ارومي للبلاستيك كرايسيس هو سبب الوفاه، حيكون انذاره سيء. كيف راح اعالجه؟ راح اعطي ايماتينيب اذا ما كنت اعطيه سابقا، او اعالجه كمعالجه ابيضات حاد اذا كان المريض يتحمل. ما بتحمل هو المعالجه داعمه والانذار سيء. هذا بشكل عام. يعني هون ممكن يجيك سؤال انه في معالجه الطور الارومي في الابيضات المزمن يجب معامله المرضى على انه هم مرضى ابيضات دموي حاد، صح ام خطا؟ الجواب صحيح، نعم. اوكي، معالجه مرضى ابيضات دم حاد. هذا كفخ صغير. المانجمنت ايماتينيب most importantly producing a complete response. بعد اتفقنا المونيتورينج ما كثير بتهم، ستيم سيل ترانسبلانتيشن اهم شيء، البلاستيك كرايسيس اتفقنا treated as acute leukemia but responds poorly. طيب خلينا ناخذ طريقه حفظ. اتفقنا انه السي ام ال طلع معنا فيلادلفيا كروموسوم، وطلع معنا 922 اللي هو الاسفاء الترانسلوكيشن، صح؟ البي سي ار اي بي ال، العلاج ايماتينيب. فكانت طريقه حفظ صغيره شوي تساعد لانه هنا بيخربطوا الامراض. فيلادلفيا بامريكا، وانا بتذكر 22/9 يذكرني ب 11 سبتمبر 11/9 صح؟ هذا الفيلادلفي كروموسوم صبغ صغير لكنه able يعني قادر على انه يسبب مرض ورم، صغير لكنه قادر على انه يسبب ورم. الايبل وشغله كامل، اي قادر وكامل ومتين. العلاج ايماتينيب، ايماتين، وبالتالي سي ام ال قراها كامل، بالعربي كامل، وايبل اسم الطفره، كامل وقادر، ومتين اسم العلاج، كامل وقادر ومتين. هذا باختصار شديد. بعرف انه هي الامراض الدمويه شوي مزعجه، حاولت بسط قدر الامكان. ان شاء الله كان فيديو مفيد، اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، سلام.